العظيم. معانا على التليفون دكتور رشاد عبدو، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية. مساء الخير يا دكتور. أهلا، مساء الخير. برحب لحضرتك وبارك لحضرتك على هذه الإشادة من صندوق النقد الدولي والمؤسسات الاقتصادية بالإصلاح الاقتصادي اللي كان في مصر الفترة اللي فاتت. بلا جدال الأرقام جيدة جدا، وزي ما بنقول المثل الأرقام ما بتكذبش، وبالتالي فعلا الناس بينتحوا فينا. لما الاقي صندوق النقد الدولي الشهر اللي فات بيطلع تقرير مهم جدا بيقول ان في المنطقه العربيه كلها وشمال افريقيا كله مفيش غير دوله واحده بس اللي حققت معدل نمو موجب اللي هي مصر. لما الاقي بلومبرج زي ما حضرتك بتقولي في بيقول خدوا بالكم العالم كله معدلاته سالبه، ده مفيش غير 17 دوله على وجه التحديد في العالم كله اللي مؤشراتهم ايجابيه ومنهم مصر. لما الاقي بيطلع تقرير مهم جدا بيقول ان اداء العمله المصريه صاحبه ثاني افضل اداء على مستوى عملات العالم، لما الاقي معدل التضخم عندك في مصر 4.3 اللي فيه دوله مهمه زي تركيا معدل التضخم عندها وصل 3.6. لما كل المؤشرات دي بتقول ان دوت خاصه كمان وده شيء برضه مهم جدا، وكانت التصنيف الائتماني بتخفض اكتر من 60% من دول العالم التصنيف بتاعها، ان بتيجي عند مصر لا بتثبته وبتقول ان النظره المستقبليه للاقتصاد المصري ايجابيه ومتفائله. في حد ممكن يسال الله طب ده في كورونا وفي مشكله وفي ده اللي كنت هسال حضرتك عليه، لحد امتى احنا هنكمل في هذا النمو؟ هل ممكن يحصل يعني عكس كده الفتره الجايه لو حصل اغلاق؟ ما انا شكلي كده قريت افكارك يا استاذ دوري. شوفي هو مصر ليه عملت الكلام ده والارقام دي؟ لان في الفتره بتاعت الجائحه الاولى العالم كله كان بيقول ايه؟ تباعدوا وقعدوا في البيت ما تروحوش الشغل والكلام ده كله. مصر هل احنا قعدنا في بيوتنا؟ طب ولو قعدنا في بيوتنا مين هياكلنا؟ ما ينفعش. فكان عندنا معركتين، معركه مقاومه الكورونا ومعركه الانتاج والتنميه. فعملنا سياسه توازنيه، قلنا ايه؟ قلنا السيدات الفضليات اللي عندهم اطفال تحت 12 سنه اقعدوا مع اولادكم وربوهم واهتموا بيهم واحموهم من الكورونا، والمصانع والشركات يبقى فيها فريق طبي على مستوى عالي يكشف ويشوف عشان نبقى مطمنين، انما بقيت فريق العمل نقسمه نصين، نص يشتغل النص الاول من الاسبوع والنص الثاني يشتغل النص الثاني من الاسبوع بالتناوب، وبالتالي الانتاج شغال، العمليه الانتاجيه جميله، كل شيء متوفر بدليل. كنت تيجي الفتره دي تلاقي ايه؟ تلاقي في كل اوروبا وامريكا العربيات ناس واقفين توابير 2 و3 كيلو، تخش جوه المحلات ما فيش بضاعه، احنا ما عندناش سلعه واحده نقصد. ده حقيقي، كل السلع الحمد لله متوفره وما فيش ازمات وما فيش ارتفاع في اسعار. وعدد المشاريع اللي تم تنفيذه كمان يا دكتور، يعني كميه المشاريع اللي تمت في الفتره اللي فاتت وتم تسليمها كمان عدد لا يحصى. بالظبط كده، فده كله بيقول ان مصر دوله محترمه شغاله. خدمتك ان كان عندك اصلاح اقتصادي جيد، وعشان كده لما جينا الناس على سبيل المثال صندوق النقد الدولي، صندوق النقد الدولي جه عمل فكره طيبه قوي، قال ايه؟ قال يا اخوانا احنا عارفين ان كل دول العالم تاثرت بالكورونا. احنا رصدين مبلغ كبير لاي وكل الدول اللي تاثرت بالكورونا اكثر من 80 دوله، احنا مستعدين ندعمهم بس بشرط يكونوا دول جاده وعندهم اصلاح اقتصادي جاد ويقدروا يسددوا المديونات لو خدوا الفلوس. وعمل نوعين من الاقراض، نوع خاص بالائتمان ونوع خاص بالتنميه. احنا قدمنا على 5 وقدمنا على 3 او 2.6 و5.2. ايوه. خدنا اول ما قدمنا خدنا الفلوس بتاعتنا بعد 3 ايام، ما قدمنا 3 ايام. لا قال لك بقى استنى وندرس ونبعت فريق عمل ونشوف، لانه وده بيحصل مع العميل الموثوق فيه. بالظبط كده. فمجرد ما قدمتي بعديها ب3 ايام كان في اجتماع لمجلس الاداره اقر الحزمه بتاعت مصر. ايه ده بسرعه كده؟ ايوه. وعشان كده انت في الازمه دي كلها الاحتياطي النقد بتاعك زاد ما نقص، احنا وصلنا 40 مليار، عمرنا وصلنا من 40 مليار دي بعد 25 يناير. فده كله ليه؟ عشان انت اشتغلتي صح، عملتي شيء صح، غذيتي عند المواطن انه
مش معرض. انا مش لازم اموت من الكورونا واسيب التنميه. انا لو فارقت الكورونا بس هموت من جوع. انا لازم احارب باثنين معا. وده هل الفتره الجايه متوقع يستمر ده؟ ايوه متوقع، خاصه ان الحكومه قالت احنا هنعمل اجراءات طبيه على اعلى مستوى. لكن يا مواطن يا مصري يا محترم، عليك بالاجراءات الاحترازيه، لازم تبقى انت حريص على نفسك وعلى اخوك وعلى بيتك وعلى اسرتك وعلى عيلتك. يعني هنمشي بالتوازن، اجراءات احترازيه وعمل وعمل وانتاج وتنميه، وفي نفس الوقت زي ما قلت لك كل شركه وهيئه ووزاره ومصلحه فيها فريق طبي جيد، مجرد ما بيلاقوا ان في قياس درجات حراره كبيره بيعزل الناس دي كلها عشان تقدر نحقق التنميه الحقيقيه. دكتور رشاد، لو طلبت من حضرتك نصيحة للمواطن المصري العادي بقى، مش للحكومة هنا، تقول له ايه الفترة الجاية في ظل الأجواء اللي احنا فيها، يعني الأجواء الاحترازية المفروض كمان نمشي عليها اقتصاديا؟ هقول له أولا حب نفسك، وانت لو حبيت نفسك بتحمي الآخرين. لأن أنا لو حميت نفسي واستخدمت الكمامة ورعيت إن أنا ما أذيش غيري، أنا في بالتالي هبقى في أمان وغيري بقى في أمان. إنما النهارده أنت لو عملت الكلام ده، ما هو أنت هتروح بيتك هتعدي الناس، لو رحت شغلك هتعدي الناس. فكل منا عليه بالإجراءات الاحترازية. في ناس كتير بتستهون بمسألة الكمامة، الكمامة شيء مهم صحيح. جدا، لأن الرصاص اللي بيطلع بيوصل لستة متر. يعني لو معانا واحد في المكتب، المكتب قد إيه مساحته؟ أربعة في ثلاثة، يعني كل اللي موجودين حجة والحجرة هيتعدوا. وبالتالي علينا باتباع الاجراءات الاحترازيه، نحافظ على نفسنا، ومحافظتنا على نفسنا هتخلينا نحافظ على اهلنا وجيراننا واسرنا وعملنا واماكننا وبالتالي المجتمع ينجو من مشاكل الكورونا، وفي نفس الوقت نهتم بالانتاج والعمل والشغل، لان ده شيء مكمل جدا عشان الحياه تستمر وتبقى افضل باذن الله خلال الفتره الجايه. شكرا دكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصاديه. خلينا مع حضراتكم.